وعن الشأن الفلسطيني، جدد وزراء خارجية مجموعة السبع معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية، محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين. وطلب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع أنه يجب بذل المزيد من الجهد للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة. Yeah.